تانية ثانوي مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر. تانية ثانوي هلو معنا شولا الأنشلارين في جيتس. أعزائي طالبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة للغة الألمانية على قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض لكتيوم 5. هناخد النهاردة شغتة بي. شغتة بي بعنوان إيش غايم دي فونونج أوف، أنا برتب غرفتي. الدرس ده اللي هرنت سيل بتاعه ها يوبر التاجز اكتيفيتيتن شبغشن. هنتكلم عن التاجز اكتيفيتيتن، الانشطه اليوميه اللي انا ممكن اعملها في البيت، وفي نفس الوقت هناخد حاجه جديده في الجراماتيك اسمها ديت غمباره فيربن. اتفضلوا. زي ما قلنا دي من الكورس بوخ زايت 1000 صفحة 11 في الكورس بوخ. إيش غايمة دي فونونج أوف، أنا برتب غرفتي. وهنا هتكلم على الألتاكس أكتيفيتيتين، وكمان هنتكلم عن حاجة تانية اسمها فور ليبن. فور ليبن يعني الحاجة المفضلة بالنسبة لي. طيب إيش غايمة دي فونونج أوف، لو خدنا بالنا هنلاقي فيرب رايمة وعندي كمان أوف، ده عبارة عن فيرب ومقسوم نصين. بسميه ايه؟ بسميه دي تغمباري فيربن، يعني الافعال المنفصله. يعني ايه فيرب منفصل؟ الافعال المنفصله يعني فيرب بيتكون من مقطعين، بعمل فيهم ايه؟ بعملهم كده بمنتهى البساطه خالص. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه عندي لو انا جبت فيرب او في غايمن اللي احنا اوريدي العنوان بتاع الدرس، الفيرب الاصلي اسمه اوف غايمه، اوف غايمن يعني يرتب. طيب هستخدمه ازاي في الجمله؟ هنعمل كده، هنعكس. يبقى اوف هتيجي اخر الجمله ورايمن هتتصرف مع الفاعل، يبقى ايش غايمه دي فونونج اوف. طب عندي افعال تانيه منفصله؟ طبعا، زي فيرب أوف شتيهن. فيرب أوف شتيهن يعني يستيقظ، يصحى من النوم. طيب عشان أستخدمه بنفس الطريقة هنعكس الفيرب، هيبقى بالشكل ده. أوف هتيجي آخر الجملة وشتيهن هتتصرف مع الفاعل. إيش شتيه أم زاكس أو أوف، أم زاكس أور أنا بستيقظ الساعة السادسة. طبعا هنا عملنا إيه؟ صرفنا فيرب شتيهن مع إيش. طيب احنا كده واخدين فيرب اوف غايمن واخدين كمان فيرب اوف شتيهن. انا عندي كمان فيرب اسمه اين كاوفن. فيرب اين كاوفن يعني يتسوق، وده هيظهر عندي دلوقتي في الايبونجن اللي هنعملها. اوكي، طيب معنى كده ان الفيرب هيتحط رقم 2 في الجمله. ازاي؟ تغمباري فيربن ام ساتس بوزيتسيون 2، يعني الفيرب اللي بيبقى اخر الفيرب هيبقى، يعني مثلا الفيرب بيتكون من مقطعين زي اوف شتيهن. شتيهن ده هو ده الفيرب بتاعي، هو ده اللي انا بصرفه، هو ده اللي هيتحط رقم 2 في الجمله، هو ده اللي هيتصرف مع الفاعل. هقول تيمو رايمت دي فونونج اوف، تمام. انتون شتيت يدن تاج ام زاكس او اوف، يدن تاج يعني كل يوم. تيمو كاوفت يعني بيشتري ام سوبر ماركت، طبعا كاوفت ومعاه اين، الفيرب على بعضه اسمه اين كاوفن يعني يتسوق. طيب تعالوا نعمل ايبونج على الجزء بتاع الافعال المنفصله او دي ترمباري فيربن، ونشوف نقدر نستخدمهم ازاي ونحل مع بعض الايبونج ده. الايبونج ده اوردنن زيت سو، يعني انا مفروض هختار من الجمل دي حسب الصوره. طيب طبعا برضو ناخد بالنا ان الجمل دي كلها بتعبر عن الالتاجز اكتيفيتيتن، يعني انا دلوقتي باخد حاجتين، انا باخد الالتاجز اكتيفيتيتن ايه الحاجات اللي ممكن اعملها في خلال اليوم بتاعي، وكمان باخد الايه الجراماتيك بتاعي اللي هو دي ترمباري فيربن. طيب هنقرا الجمل الاول عشان نبقى فاهمين معناها. انتون شتيت فرو شتيت فرو اوف، ارت انتون بيصحى بدري، فرو يعني بدري. تيمو فرشتكت، فرشتكت يعني يفطر. كورينا اغبايتت يعني كورينا بتشتغل. عندي كمان تيمو روفت انتون ان ان روفن يعني يتصل بي. تيمو كاوفت ام سوبر ماركت اين اين كاوفن يعني يتسوق.
تيمو غايمت دي فونونج أوف، يعني بيرتب، تيمو بيرتب غرفته. يبقى احنا هنجمع الفيرب الجزء اللي في آخر الجملة مع الجزء رقم 2 في الجملة ونعمل منه فيرب، هو ده اللي بيعرفني معنى الجملة. تيمو كوخت داس متاج أسن، يعني تيمو بيطبخ المتاج أسن اللي هو الغدا. كوغينا زيت فيرن، الفيرب ده اسمه فيرن زيهن، وهناخد مع بعض تصريف فيرب زيهن. طبعا احنا يعني الفيرب ده من الافعال الاونريجل ميسجي فيرب، الافعال الغير منتظمه، وهناخد التصريف بتاعه دلوقتي. طيب المطلوب مني دلوقتي ان انا ابص على الصوره، ومفروض ارتب اخد جمله من الجمل اللي فوق واحطها على الصوره. اول حاجه احنا شايفين هنا بيعمل ايه؟ تمام، ان روفن، ان روفن يعني يتصل بي، بيتصل بحد. هناخد انهي جملة؟ تمام، تيمو روفت انتون ان، تيمو بيتصل بانتون. طيب ها كده بيعمل ايه؟ تمام، هو بياكل، بيفطر. يبقى فروشتوكن، الفيرب اسمه فروشتوكن، والفيرب ده مش فعل ترمباريا ولا حاجة، بس ده من ضمن الالتاجز اكتيفيتي اللي احنا بناخدها. اوكي، ها اخترنا انهي جملة؟ يا تيمو فروشتوكت، بيفطر. والفيرب ده التصريف بتاعه عادي من الافعال ريجل ميسج فيربن، ما بحطش عليه حاجه او ملوت ولا اي حاجه. اوكي، ها كوغينا، كوغينا بتعمل ايه؟ تمام، بتشاهد التلفزيون، يشاهد التلفزيون فيرن زيهن، فيرن زيهن يشاهد التلفزيون. هنختار اني جمله من دي؟ اوكي، كوغينا زيت فيرن، كوغينا زيت فيرن، كورينا بتتفرج على التلفزيون. اوكي، تعالى بقى ناخد تصريف فيرب زيهن. تصريف فيرب زيهن هيبقى زيهن زي ما احنا متفقين، هو فيرب اون ريجل ميسك فيرب، فيرب غير منتظم. عندي حرف الاي بيتقلب لي اي اي، زي ايه؟ طبعا لما بيجي الفيرب اللي فيه حرف بيتغير او بيتحول لحرف تاني، لما بيجي يتغير بيتغير مع الدو وار واس وزي بس. طب تعال نشوف تصريفه، ايش زيها دو زيست. يبقى انا الاس تي ملهاش علاقه خالص بان الفيرب فيه حرف فيه بيتغير. ار واس وزي زيت، ايا زيت بيرجع الفيرب تاني لاصله، فيا وزي وزي زيهن. يبقى انا كل مشكلتي الحرف اللي بيتغير او بيتقلب في الافعال اون ريجل ميسج فيربن دايما بيبقى مع الدو وآ واس وزي. طيب نكمل مع بعض الايبونج بتاعنا بيعمل ايه؟ تمام، بيستيقظ او بيصحى من النوم، هيبقى اوف شتيهن، اوف شتيهن يستيقظ. ها تناسب انهي جمله من الجمل؟ اوكي، انتون شتيت فغو اوف، بيستيقظ مبكرا. عندي ايه كمان هنا بيعمل ايه؟ او باين قوي ان هو في ام سوبر ماركت، بيتسوق اين كاوفن، اين كاوفن يتسوق. تيمو كاوفت ام سوبر ماركت اين، تيمو بيتسوق في السوبر ماركت. طبعا زي ما احنا متفقين انا مفروض بجمع ادي نهايه الجمله مع الفيرب، انا كده جبت الفيرب الأساسي. ها بيعمل إيه كده؟ تمام، بيروق، بينظف، بيرتب، يبقى فيرب أوف غايمن، وده عنوان الدرس بتاعنا، هيبقى تيمو غايمت دي فونونج أوف، بيرتب الشقة. هنا طبعًا تيمو كوخت داس متاج أسن، بيطبخ الغداء. طيب كده يبقى احنا كل الأفعال المنفصلة أو التغمباري فيربن اللي احنا خدناها كانت تمام، او في شتيهن، او في غايمن، فيرن زيهن، ها وند اين كاوفن. تمام، طيب تعالوا نكمل مع بعض. الفور ليبن او الحاجات المفضله بالنسبه لي، الحاجه المفضله بالنسبه لي عشان اتكلم عليها بستخدم مصطلح او كلمه اسمها جيرن، جيرن يعني مفضل. طب انا دلوقتي لما اسال واحد اقول له فاس ماخس دو جيرن، ايه الحاجه اللي انت بتفضل تعملها او بتحب تعملها؟ ممكن حد يقول لي اشكوخ جيرن، انا بحب اطبخ. طب لو حد مش بيحب الحاجه دي هيقول ايه؟ هيقول اشكوخ نشت جيرن، نشت جيرن يعني انا مش بحب
إيه الطبخ. طيب لو أنا حبيت أستخدم المصطلح جيرن أو نشت جيرن في حالة وجود فيرب من الأفعال ترمباري فيرب، تعالوا نشوفه مع بعض. Was machst du gern؟ بتحب تعمل إيه؟ Ich koche gern und ich kaufe gern ein. يعني معنى كده إن الفيرب بيتقسم عادي جدا وجيرن بتيجي ورا الفيرب. Und was machst du nicht gern؟ إيه الحاجة اللي أنت مش بتحب تعملها؟ قال لي إيش زيه نشت جيرن فيرن، يبقى سواء هقول جيرن سواء هقول نشت جيرن بتيجي ورا الفيرب، لكن الفيرب الترمباري فيرب أو الفعل المنفصل المقطع الأولاني بيجي في آخر الجملة خالص وما ينفعش أحط أي حاجة تانية بعدي. الإيبونج ده كمان جميل جدا، أنا عندي هنا جملة جيهن فير هويت أبند إن أين ريستورانت. المطلوب عندي هنا إن دي كأنها رسالة، ده كأن موبايلين كده، رسالة جاية لي من حد المفروض إن أنا هرد عليه برسالة. طيب إيه الكلمات اللي عندي اللي أقدر أستخدمها في الرسالة دي؟ وخلي بالك هنا السؤال ده بيدربك على الجزء المقالي اللي إحنا هنمتحن عليه إن شاء الله، تمام؟ طيب الكلمات اللي عندي اللي أنا المفروض أستخدمها فيرن زيهن هويت أبند، هويت أبند يعني النهاردة بالليل، فيرن زيهن يعني يشاهد التلفزيون. طيب هنستخدمها إزاي؟ هقول ناين، هو بيقول لي تيجي نروح النهاردة إلى ريستورانت المطعم، هقول له ناين لا انا مش موافق. عشان ايه بقى؟ ايش زيه هويت ابند فيرن، ايش زيه هويت ابند فيرن، انا النهارده بالليل هشاهد التلفزيون. طبعا الايبونج ده من الاربايتسبوخ زايت فير اون زيشتسيش صفحه 64 في الاربايتسبوخ. طيب الجمله الثانيه للرساله الثانيه جيهن فير هويت انسكينو، تيجي نروح النهارده انسكينو سينما. ناين قال لي برضه لا. طيب ايه الكلمات اللي اقدر استخدمها في الرد؟ اوف غايمن يرتب، دي فونونج الشقه، ايش وهويت، هويت يعني النهارده اول يوم. طب عايزه اعمل من كل الكلمات دي اعمل منهم جمله، هقول ايه؟ ناين ايش غايمن دي فونونج هويت اوف، يبقى الفيرب اسمه اوف غايمن وانا استخدمته في خلال الجمله، حطيت الفيرب اللي هو رايمن صرفته مع الايش وخدت الاوف حطيتها في اخر الجمله، تمام؟ الإيبونج الأخير أين كوفن، عندي الكلمات بتاعتي أين كوفن، عندي دو طبعا أين كوفن يعني يتسوق، دو تمام، بيتا يا يعني من فضلك، هويت يعني النهاردة، يا ماخي إيش، يا ماخي إيش أيوة أنا هعمل كده. طيب تفتكر دي إيه بقى؟ أول ما بدأت الإجابة بيا يبقى معنى كده إن السؤال كان بالفيرب، يعني أنا هستخدم الفيرب الأين كوفن ده على هيئة يا سؤال بالفيرب، هيبقى كوفست دو هويت بيت أين، كوفست دو هتشتري النهاردة، طبعا كوفن مع أين يبقوا الاتنين معناهم يتسوق، كوفست دو هويت بيت أين هتروح تتسوق النهاردة من فضلك، طبعا الرد كان يا ماخي إيش. في عندي سؤال هايل جدا في الكتاب برضه في الاربايتسبوخ سايت فير اوند زيشتسيش، واس ماخن زي ام دويتش كورس، بتعمل ايه في كورس الالماني؟ خلي بالك ده برضه من ضمن الموضوعات اللي ممكن تجيلي في المقالي، تمام؟ يعني الايبونج ممكن يكون جاي على هيئه ان احنا مثلا بنرتب او بنختار، لكن يجي لك ان هو يطلب منك ان انت تكتب. طيب تعالوا نشوف الجمل معناها ايه. نمر 1 هورن اوند سبريشن يعني تسمع وتتحدث تتكلم. نمرة 2 أين تابيلة أوس فولن يعني تملى جدول. نمرة 3 تكستش غايبن تكتب تكست. نمرة 4 فراجن أند أنتفورتن تسأل وتجيب. نمرة 5 فورتر ماركيرن يعني تعلم على الكلمات. فورتر أرجنسن يعني تكمل الكلمات. نمر 7 هورن اند انكويتسن يعني تسمع ويتعلم قدامك على الحاجات اللي انت سمعتها. نمر 8 فوتوس اند فورتا سو اوردنن يعني ترتب الكلمات مع الصور. طيب انا دلوقتي عندي الصور ا بي سي، اوكي اول واحده بيعمل ايه؟ لازم اختار جمله من الثمان جمل، تمام؟ هنا بيعمل ايه؟ فوتا ماركيرن بيعلم على الكلمات، اوكي. نمر بي شايفين حد بيتكلم وحد بيسمع، هتبقى
يا نمر أينس هوغن اون شبغشن، يسمع ويتكلم. طيب نمر تسي، باين قوي ان اللي عندي ده تابيلة، اين تابيلة جدول، وهو بيعمل فيه ايه؟ اوس فولن. نمر سباي، اين تابيلة اوس فولن، بيملى جدول. تمام. طيب هنكمل صورة نمر دي، بيعمل ايه كده؟ تمام، هو كده بيكمل. يا هيبقى فوتر ارجانسن، بيكمل الكلمات الناقصه اللي في التكست. نمر ايه، برافو عليك، وطبعا باينه جدا يعني ان هو كده بايه، فراجن اند انتفورتن، حد بيسال والتاني بيجاوب، برافو عليكم. طيب نمر اف، ها تمام، هو هنا بيوصل الكلمات مع الصور. اوكي، هتبقى فوتوس اند فوتا تسو اوردنن. طيب ايه كمان، وخلي بالك الجمل دي خلي بالك منها ومن معانيها. طب نمر جي، بيعمل ايه كده؟ برافو عليك وتمام. تكست شغايبن، بيكتب تكست. طب حد يقول لي كده لو انا حبيت احط تكست شغايبن دي في جمله هقول ايه؟ ايش شغايبه؟ يا تمام، هستخدم الفيرب عندي. طيب الصوره ها، بيعمل ايه؟ بيسمع وبيعلم، عنده قدامه على الشيت اللي عنده، هتبقى اوكي، هتبقى هوغن اند ان كرايتسن، هوغن اند ان كرايتسن، يعني بيسمع ويعلم على الكلمات اللي عنده. لحد هنا احنا خلصنا شغته بي. طبعا تعالوا نشوف بقى نعمل كده سوزامين فاسونج، تلخيص للدرس النهارده. تعالوا نعمل بقى تزامن فاسونج اللي خدناه النهارده. احنا اتكلمنا النهارده عن دي و سايت، اتكلمنا عن الساعه. لو تفتكروا كده معايا، يلا نفتكر، كان عندي سؤالين عن الساعه. السؤال الاول كان ها، يلا تمام، في فيل و استاس، تمام. السؤال الثاني في شبيت استاس، تمام. واتفقنا ان انا عشان اجاوب على السؤال بالساعه كنت بقول اس است، وطبعا بذكر الساعه. عشان اذكر الساعه كان ليا طريقتين. ايه هما الطريقتين بتوعي؟ واحده كانت اوفيتسيل، والطريقه الثانيه كانت ان اوفيتسيل. طيب اوفيتسيل، طيب الطريقة الأوفيتسيل دي اللي قلنا عليها الطريقة الرسمية، ودي ما اشتغلناش بيها خالص النهاردة. الطريقة الإن أوفيتسيل هي دي اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، اللي هي البريفات. وكان عندي بعض المصطلحات، كان عندي ناخ بمعنى و، فور بمعنى إلا، برافو عليكم، فيرتل ربع، هلب نص، برافو عليكم، سفانسيش يعني تلت، تمام. خدنا إيه كمان النهاردة؟ خدنا كمان الفرق ما بين كورتس وجلايش. ها كورتس يعني قليلا، وبتيجي كورتس فور قليلا قبل، وكورتس ناخ يعني قليلا بعد، لكن جلايش بمعنى تقريبا، وتيجي قبل الساعة على طول، تمام. طيب يبقى كده احنا الأورت سايت، أرجو ان انتوا تكونوا ذاكرتوها كويس، وربنا يوفقكم. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. تشوس. تانية ثانوي مهما كان الطريق هوصل، ولو هدفي بعيد أنا هقدر. تانية ثانوي.